الكسر وين التمريرة بتوصل لعلي غالب منه والمحاولة تتسجل لصالح الفريق هولومان بتسجل قالت هولومان اوتو ستيت بالجيم محاولة وكاريو هولومان بتابع هولومان تحت السلة بيعمل موف على كيانو بورت حلو كتير الموف يلي بيعمله كاريوس هولومان وبسجل نقطة صراع الريباوند لمين بيحسبوا فريق التضامن على دين ارنولد وصل لجاريوس هولومان جاريوس هولومان بمر لفلادان يلي بيسدد على الآل هال فلادان عم يسجل عن الآل لعب التضامن وفريق ابو جوده ما معقول يا فريق